وبالفعل يعني الحمد لله. اولا مبروك علينا، مبروك لجميع المكونين هذا الفوز هذا. كيف قلت يعني بدايه الموسم كان عندنا واحد الهدف هو نلعبوا على جميع المسابقات اللي غنشاركوا فيهم. اليوم ما كانت عندنا فرصه امام مسابقه اخرى امام كاس العرش اللي غالي علينا. الحمد لله قدرنا نتاكد الفوز والتاهل للنصف النهائي. مشكور اللاعبين، مشكور جميع مكونات النادي اللي داروا واحد العمل كبير هذا الموسم هذا. ونتمنى ان شاء الله الفوز باللقب هذا ان شاء الله باش نخليو واحد الموسم في الاستوريك ديال الفرقه ان شاء الله. وكنا عارفينهم معنا يعني بقلبهم وبالروح ديالهم، حتى حنا استحضرناهم، كنا نتمنوا يكونوا معنا في هذه المقابله، كيعطيونا واحد الحافز كبير، كيعطيونا واحد الدعم كبير. مي ليسونسييل هو الفوز باش نقدروا نهديو لهم ونقدروا يكونوا فرحانين دابا الحمد لله. وانا باقي الحين رشيني دابا، يلا سالي المباراه ندخل في السير باقي. والماضي والمستقبل ان شاء الله نتمنى يكون خير ان شاء الله. وكيف قلنا انا ما عنديش درايه بهذا الموضوع هذا، ما يعرفش، مي كنتمنى شي عطى واحد الاضافه كبيره للفريق، عطى واحد الروح جديده، عطى واحد شي حوايج كبيره للفرقه. كيبقى المستقبل ديالو هو ادرى به وهو كيعرف شنو كيدير في المستقبل. وشوف والله ما زعما كاينين ديزاف كيف قلتي، ولكن الحمد لله دابا كنفكر مع الفريق، شي دابا باقي زعما مع الفريق نهيو هذا الموسم ان شاء الله ومن ثم يبان المستقبل. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.